السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم أحمد العربي. حضراتكم بتتفرجوا على قناة العربي Learning Solution، وده كورس Open CV with Python. في الكورس ده هنتعلم إزاي نتعامل مع الفيديوهات وإزاي نتعامل مع الصور باستخدام لغة البرمجة Python. دي سيشن رقم 2، وإن شاء الله هنتكلم النهاردة عن إزاي أقدر أعرض الصور باستخدام Open CV من خلال البايثون. طيب هبدأ حضراتكم افتح الايديتورز اللي موجودة عندي اللي بتعامل بيه مع البايثون، ايا كان الايديتور بقى. انا هنا حضراتكم بتعامل بالبايتشار، حضراتكم هتلاقوا شرح البايتشار مع الشانل بتاعتنا، وهتلاقوا شرح الكورس البايثون على الشانل بتاعتنا. البايثون فيها لايبريز كتيرة قوي بتعامل مع الصور والفيديوهات. طبعا عشان نعرف كلمة لايبريز يعني ارجع للمحاضرة اللي فاتت، فانا عايز اقول لها انا هتعامل مع الصور والفيديوهات من خلال لايبراري اللي اسمها اوبن سي في. فهاجي حضراتكم كده في اول سطر موجود عندي فوق، واقول له لو سمحتي روح هات لي الاوبن سي في بكل اوامرها عشان اقدر اتعامل مع الصور. فاقول له امبورت سافه اوبن سي في. يا جماعه هنا اسمها سي في 2، الباكج الملف بتاع الاوبن سي في اسمه سي في 2. فانا هنا حضراتكم في اول سطر كده قلت له لو سمحتي روح هات لي كل الاوامر اللي بتتعامل مع الصور من خلال اوبن سي في، صور وفيديوهات. طيب وبعدين هروح اعمل ايه حضراتكم؟ هبدا اعمل اول اللي انا هروح دلوقتي اعمله ان انا عايز اروح اجيب الصوره اللي موجوده عندي عشان ابدا اعرضها. فعايز اقول له اوبن سي في لو سمحتي روح اقرا الصوره اللي موجوده في المكان الفلاني، ادي له الباس بتاع الصوره. انا هنا حضراتكم جايب صوره بتاعت باندا، حاططها معايا في المشروع بتاعي في نفس الفولدر بتاع البروجكت. فاجي هنا اقول له لو سمحتي يا اوبن سي في يا سي في 2، ركزوا معايا، روح اقرا ايمج. فاقول له ام ريد. لاحظوا كده ان في التيل سنس بيساعدني وانا شغال، يقول لي طيب اديني اسم الصوره. اسم الصوره يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن سترنج. ويعني ايه سترنج؟ اي سترنج يا جماعه بتحط ما بين سنجل كوت. هقول له روح اعرض لي الصوره اللي اسمها باندا دوت جي بي جي. انا هنا حضراتكم الباص بتاعي في نفس البروجكت، حضراتكم لو هي في مكان تاني يديها الباص بتاعها كامل. طيب عايز اقول له اعرضها لي زي ما هي بجميع خصائصها بالوانها بكل حاجه. هقول له كوما واحد، واحد يا جماعه يعني اقرا لي الصوره زي ما هي، فلاج واحد يعني اقرا لي الصوره زي ما هي. هنتكلم عن الفلاجز دي، الفلاج ديت بشرح مفصل كامل، بس انا دلوقتي حابب ان انا يعني ابدا بشكل مبسط يعني. طيب انا حضراتكم كده بقول له لو سمحت روح اقرا لي الصوره ديت، هيعمل بيها ايه؟ هيحطها فين؟ حاضر، انا هعمل لك متغير اسمه ايمج. الايمج دوت روح حط لي فيه الصوره بتاعتي اللي انا قلت لك اقراها. طبعا لو حضراتكم عايزين ترجعوا لفكره المتغيرات فارجعوا للكورس البيزك زي ما اتفقنا بتاع البايثون يا جماعه. دلوقتي بقى الصوره بتاعتي بكل خصائصها بكل حاجتها بقت متخزنه عندي في الفاريبل اللي اسمه يا جماعه ايمج. طيب الخطوه المنطقيه الثانيه ان انا ابدا اعرض اللي موجود في الفاريبل اللي اسمه ايه؟ ايمج. لو عايز اعرض اللي موجود في الفاريبل اللي اسمه ايمج اعمل ايه؟ تعالوا حضراتكم كده ننزل هنادي على مين؟ اللي مسؤول عن التعامل مع الصور والفيديوهات اللي هي اللايبرري بتاعت مين؟ اوبن سي في. فاقول له سي في 2 دوت شو ام شو ام شو يا جماعه ايمج شو اعرض لي الصوره بتاعتي اللي متخزنه في الفاريبل بتاع اللي اسمه ايمج. طيب يقول لي انا هعرضها لك في نافذه ويندوز كده، عايز التايتل بتاع الويندوز دي يبقى اسمه ايه؟ فقلت له والله خلي لي التايتل بتاعها اسمه اي حاجه، تعال نقول له مثلا خليه ايمجز. ده التايتل العنوان اللي هيظهر بس كده فين؟ في النافذه في الجنب كده، هتلاقيه حضراتكم في الناحيه الايه؟ الناحيه الشمال. طب وليه حاططه ما بين سنجل كود؟ تايتل عباره عن سترنج، فاي سترنج بتحط ما بين ايه يا جماعه؟ سنجل كود. جميل قوي. طيب النافذه دي اللي هيبقى عنوانها ايمجز، او الويندوز دي اللي هيبقى عنوانها ايمجز هتعرض ايه؟ قلت له كوما اعرض لي اللي موجود جوه المتغير اللي اسمه ايمج. مش المتغير اسمه ايمج ده اللي هو شايل الصوره بتاعتي؟ خلاص اعمل لي نافذه سميها لي ايمج ايمجز، واعرض لي فيها اللي موجود في المتغير اسمه ايه يا جماعه؟ اللي اسمه ايمج. تمام، هفتح ويندو واعرض فيها الايمج بتاعتي. فبايثون او الاوبن سي في ليها اشتراط، النافذه اللي انا فتحتها ديت، الويندو اللي انا فتحتها ديت هتتقفل ازاي او تتقفل امتى؟ فقلت له طيب بسيطه، هنقول له كده يا سي في 2 دوت ويت كي. لو سمحت يا سي في 2 استني، عشان اقول لك تقفلي النافذه استني، استنى قد ايه؟
طيب قد ايه؟ هتستنى لحد امتى؟ فقلت لها خليكي مستنيه على طول لحد ما انا اقفلها بايدي. فزيرو يا جماعه معناها انفينيتي تايم، الى ما لا نهايه، لحد ما انا اقفلها بايدي. طيب لما احب ادوس انا كلوز او بعد فتره معينه عايز اقفل النافذه، اقول له ايه؟ هقول له يا سي في 2 دوت ديستروي اول ويندو. بعد الوقت اللي انا هحدده لك او الكي اللي انا هضغطه لك، لو سمحتي اقفل كل الويندوز اللي موجوده، شيلها من الرامات، مش عايز حاجه منها. تعال حضراتكم كده نجرب مع بعض، تعال ندوس هران. بالفعل عرض لحضراتكم صوره الباندا. لاحظوا كده هنا كلمه ايمجز اللي موجوده هنا هي اللي موجوده فين؟ التايتل بتاع الويندوز بتاعي. ارجو حضراتكم تكون الدرس مستوعب ومفهوم. هسيب لحضراتكم طبعا كل الاكواد ديت عندي في الديسكريبشن تحت، بحيث ان انتوا لو حبيتوا ترجعوا لها تاني ترجعوا لها في اي وقت ان شاء الله. وكده يكون انتهى الدرس بتاعنا. ما تنسوش حضراتكم تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.